السلام عليكم، مرحبا بكم إلى حلقة من فلسطين لهذا الأسبوع. يعد بنيامين نتنياهو من أهل البيت في أمريكا، وأكثر من ذلك يحظى بامتيازات استثنائية. كان يدعى لإلقاء خطاب كأن يدعى لإلقاء خطاب في الكونغرس الأمريكي من وراء ظهر الرئيس، وأن يصفق له وقوفا عند كل فقرة، وأن يتسابق السيناتورز على الظفر بالسلام عليه والتقاط الصور معه في مشهد استثنائي تبدو فيه إسرائيل هي الكبيرة وأمريكا الصغيرة. المظهر المسرحي للزيارة والخطاب سوف يتكرر بحرفيته ما دام الأمر يتعلق بالترتيبات السابقة أو المسبقة وبمتطلبات الموسم الانتخابي والتسابق المحموم على كل صوت وعلى التمويل اليهودي السخي الذي يسعى إليه كل مرشح لأي موقع من مواقع المؤسسات الحزبية والرسمية والعامة في الدولة العظمى أمريكا. غير أن جديدا وراء المظهر المسرحي هذه المرة تجسده حالة نتنياهو بين آخر خطاب ألقاه من وراء ظهر أوباما إلى الخطاب الذي يلقيه من وراء ظهر بايدن. صحيح أن الرئيس المحتضر سيتظاهر بالرضا عن الزيارة والخطاب وسيفتح أبواب البيت الأبيض التي كانت مغلقة، إلا أن الصحيح أكثر أن الرئيس الذي اضطر لتغيير رأيه سيتلقى من نتنياهو ما يشبه مكافأة نهاية الخدمة، ربما على هيئة مرونة محدودة تجاه مبادرة بايدن نحو توقف أو اتفاق بإنهاء الحرب على غزة. نتنياهو ومكافأة نهاية الخدمة لبايدن، هذا الموضوع مع تفاصيل ومحاور أخرى نناقشها مع ضيوفنا عبر سكايب. نرحب بالأستاذ سليمان بشارات الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك أرحب بالأستاذ سامر عوض الباحث في الشأن الإعلامي والسياسي، وبالأستاذ محمد القيق الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم جميعا ضيوف الكرام، وأبدأ معك مباشرة أستاذ سليمان في توقف مهم عند لحظة مهمة هي إلقاء هذا الخطاب المقرر اليوم أمام الكونغرس الأمريكي، هذه المرة الرابعة التي يقوم نتنياهو فيها بإلقاء كلمة من هذا النوع في وقت حساس بالنسبة للأحزاب الأمريكية والمشهد الأمريكي والانتخابات هناك. كيف تتوقع أن يستغل نتنياهو هذه الظروف المواتية وتكون مضامين خطابه هذه المرة؟ حياتي أستاذي، بالنسبة لضيوفك والسادة المتابعين ومشاهدين الكرام، دعنا بداية ننطلق من جزئية أساسية، أن هذه الزيارة وهذا الخطاب هو بدعوة من الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا نوع من التقليد الذي تقوم عليه الأحزاب الأمريكية بهدف التسويق والترويج لذاتها ومحاولة إقناع الناخبين الأمريكيين، وهو تعبيرا أيضا عن دور العلاقة الاستراتيجية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء الرئيسيين والاستراتيجيين بما فيهم الاحتلال الإسرائيلي. هذه الفرصة بالنسبة لبنيامين نتنياهو هي تعتبر بمثابة الفرصة الذهبية. لماذا نقول ذلك؟ لعدة أسباب. السبب الأول أن بنيامين نتنياهو لم يحظى باستقبال أو دعوة من الإدارة الأمريكية منذ توليه رئاسة هذه الحكومة الإسرائيلية في ديسمبر العام الماضي، بل بالعكس يعني ظهر أنه غير مرحب به عندما تمت دعوة جانتس وزير أو يعني عضو مجلس الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك الأمر دعوة وزير الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة جالنت إلى واشنطن والتشاور والتباحث معهما، بينما بنيامين نتنياهو لم يتلقى مثل هذه الدعوة. الأمر الثاني بالنسبة لبنيامين نتنياهو وهو النقطة الأبرز وهو الصورة التي سيلتقطها وسيعمل على تسويقها من هذا الخطاب، وهذه ربما واحدة من القضايا التي كان ينتظرها بنيامين نتنياهو بفارغ الصبر ما بعد مرور 9 شهور ودخول الشهر العاشر على التوالي للحرب على قطاع غزة، والانتقادات التي وجهت له بشكل كبير جدا، والاحتجاجات أيضا التي ثارت داخل الشارع الأمريكي والجامعات الأمريكية، وكذلك الأمر داخل العديد من الشوارع ويعني المجتمعات الأوروبية والغربية التي بات واضح جدا أنها بدأت يعني تأخذ منحى مختلفا في النظر إلى إسرائيل، طبعا بشكل مغاير لطبيعة السياسات الرسمية للدول الغربية للعلاقة مع إسرائيل. الأمر الثالث في هذا الإطار وهو أن بنيامين نتنياهو يبدو أنه
حاول أن يحقق من هذا الخطاب أو من هذه الزيارة صفعة لبايدن، لكن ربما ذهاب بايدن واستباقه لهذه الزيارة بإعلانه يعني الانسحاب من السباق الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية ربما عطل نوعا ما المشهد الذي كان يرغب به بنيامين نتنياهو. ودليل ذلك أنه ما قبل صعود بنيامين نتنياهو على سلم الطائرة ومغادرته من تل أبيب حاول أن يعيد الخطاب المتوازن للحديث من أنه سيركز على أن إسرائيل حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية، وأن خطابه سيكون متوازنا ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي وعدم الذهاب إلى تبني أي مواقف باتجاه أي طرف من الأطراف، لأنه بات يدرك أن الحسابات الآن ستختلف كثيرا عما كان عليه بالسابق، وأن نتائج الانتخابات الأمريكية التي كانت قد تكون محسومة بالنسبة لبنيامين نتنياهو ما قبل تنحي بايدن الآن الأمور قد تأخذ منحى مختلف، وبالتالي هو يريد أن يظهر بنوع من التوازن ليحفظ مزيدا من الدعم ومزيدا من الترحيب في حال تغيرت النتائج بطريقة مختلفة عما كان يرغب عليه. الأمر الأخير في هذا الإطار وهو أن بنيامين نتنياهو هو سيسعى بشكل كبير جدا، بل هو يستثمر هذه الزيارة لتقديم نفسه على أنه القائد داخل الشارع الإسرائيلي وداخل الاحتلال الإسرائيلي، على أنه هو الذي استطاع أن يرفض كل الإملاءات التي حاولت إدارة بايدن والولايات المتحدة الأمريكية أن تفرضها عليه على مدار شهور الحرب، وأن يقول لا لكل المطالب وأن يذهب ويستمر في كل هذه المسيرة. إذا نحن نتحدث عن محاولات استثمار من قبل بنيامين نتنياهو، لكن هذا الأمر يعني حتى يعني نؤكد عليه أنه في نهاية المطاف هذا الأمر هو يعد صورة جزئية من الصورة الكلية. الصورة الكلية أنه في نهاية المطاف هناك علاقة استراتيجية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ككيان داعم وككيان يمثل اليد الأساسية والمرتكز الأساس للمشروع الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط. نعم أستاذ سامر، هناك جزء ينافي يعني طموح نتنياهو بأنه يمثل الكل الإسرائيلي في هذه المرة. في المرة السابقة في عهد أوباما عندما ألقى خطابه كان يدعى بالملك وكان هناك إجماع عليه، وحتى المعارضة في ذلك الوقت كانت تتجاوز هذه التسمية يعني على أساس أنه بالفعل يعني هو منتخب ويمثل الجميع. لكن هذه المرة تزامن وصوله مع كتاب أرسله كبار مسؤولي الأمن الإسرائيلي، كتبوا فيه بأن نتنياهو يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل وهناك معارضة كبيرة ضده، هناك دعنا نقول مجلس حرب تفكك قبل فترة من الآن وأوضاع صعبة للغاية وانقسام داخلي يمر به الكيان. كيف يمكن فهم هذه الصورة وكيف يمكن أن يتجاوز نتنياهو كل هذه الظروف وخاصة مع وجود معارضة أمريكية لزيارته إلى واشنطن؟ ثلاثة عوامل ساهمت في قضية أن يتحطم صورة الملك أمام المجتمع والسياسة الأمريكية. أولها ما حدث في 7 أكتوبر وما بعده من قضية جرائم تورط بها نتنياهو وأصبحت تشكل عارا على السياسة الأمريكية أمام الرأي العام الأمريكي على أحد تقدير، بمعنى حتى وإن لم ننفي بأن الإدارة الأمريكية شريكة في الجريمة إلا أنه ما حدث في غزة يعتبر أيضا وصمة عار لهذا النظام الحالي. ثانيا باعتقادي هناك انقسام حقيقي يدرك المراقب الأمريكي ليس منذ 7 أكتوبر وليس حول جدوى الحرب والأهداف وقضية ما يحدث في قطاع غزة، بل تعد الأمر إلى قضية الشرخ الاجتماعي الذي تسبب به نتنياهو عبر الائتلاف في التعديلات القضائية. الخلاف أيضا كان واضحا في قضية خلافاته مع جانتس ومع جالنت ومع يير لبيد، لكن الأخطر في هذا الاتفاق الآن وهو قضية تحجيم نتنياهو بأنه لا يمثل الكل الإسرائيلي هو مهم، بمعنى هي رسالة قوية يرسلها إيهود باراك على أقل تقدير الذي كان يعني أيضا سلطانا في عصر الساسة الإسرائيلية على عبر التاريخ، وبالتالي عندما تم إرسال الرسالة كانت تتحدث بصورة واضحة بأنه هذا لا يمثل الجميع، وهذا الكتاب يحمل قيادات سياسية وأكاديمية ومن الجيش ومن المدنيين ومن المجتمعات والمنظمات، وبالتالي صوتنا هو الصوت الذي يجب أن يسمعه المجتمع والكونغرس الأمريكي لا صوت نتنياهو الذي جرى الدولة نحو الهاوية. هذه فحوى الرسالة. لكن باعتقادي اليوم أيضا العوامل في العامل الثالث أخي يونس يتعلق بقضية المواضيع التي جاء فيها نتنياهو. الزيارة التي يعني جاء يرجع يعني في المرة الثالثة التي كان يركض فيها نتنياهو
كانت تتعلق بقضية الاتفاق النووي، وبالتالي يحاول إبطال هذا الاتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران. اليوم الموضوع يختلف، خاصة وأن الإدارة الأمريكية تطالب بشيء ونتنياهو يريد شيء آخر، بمعنى إدارة بايدن تريد إنهاء هذا ما يحدث في قطاع غزة والانتقال إلى المرحلة الناعمة من المرحلة الثالثة في التعامل مع حركة حماس والمقاومة في قطاع غزة، ونتنياهو يصر على إنه المزيد من الضربات تحقق الهدف الذي يعني يسعى له، وبالتالي هذا سيكون أيضا من الملفات على جدول المفاوضات، والتي أيضا سعت إلى هز العلاقة قليلا، خاصة وأن بايدن لم يرحب بنتنياهو كما تفضل ضيفا، وهناك قطيعة حقيقية في قضية العلاقة مع تراب، رغم قوة العلاقة سابقا إنه لازال يعني ينتظر الرد في لقائه في ميامي تزامنا مع عيد ميلاد يائير ابنه، وهذا أيضا سبب صراع داخل المجتمع الإسرائيلي بأنه نتنياهو لم يذهب من أجل الوطن، إنما يذهب على حساب الوطن من أجل أن يقوم بحفلة عيد ميلاد لابنه. كل هذه الأمور أيضا صدعت شخصية نتنياهو بعد الفشل الذي مني به في قطاع غزة، والخلاف الآن حول قضية أن يرضخ نتنياهو أو لا يرضخ للملك الضعيف أيضا، إذا ما تحدثنا عن بايدن الذي سيرشح يعني عفوا سينسحب من المشهد السياسي الأمريكي بعد 5 أشهر، وبالتالي لا يمكن أن يكون الضغط من شخصية ضعيفة ستنسحب على نتنياهو أقوى من السابق، بل ستكون أضعف، وبالتالي هي فرصة لنتنياهو بأن يحشد جمهور الأمريكيين وساسة الأمريكيين من كلا الحزبين بعد التخوف الأمريكي من تقدم دعنا نسميه التجمع التقدمي أو المعسكر التقدمي داخل حزب الديمقراطيين المنافس لصهيونية بايدن والمتمثلة بكاميلا هاريس. نعم، طيب ننتقل للأستاذ محمد القيق معنا عبر الخط الهاتفي. مرحبا بك مشددا أستاذ محمد. تفضل أستاذ محمد. إذا نحن نتحدث عن هذه الزيارة، عن طبيعتها، عن المتوقع منها، وعن كيف يمكن لنتنياهو أن يستغلها لمواصلة الحرب على قطاع غزة. ما علاقة هذه الزيارة بمسار الحرب على قطاع غزة؟ هل نتوقع كما قرأت في المقدمة قبل قليل أن يقدم نتنياهو مكافأة نهاية خدمة بين قوسين لبايدن بالتوصل إلى اتفاق ما؟ أم أنه سيستغل هذه الظروف وينتظر الفائز القادم في الانتخابات ويواصل حربه لتحقيق ما يسميه ويدعيه بالنصر المطلق في دعايته لهذه الحرب؟ نعم، تحية لك ولضيوفك ولمشاهديك. الدرجة الأولى، نتنياهو يريد أن يقلد زيلينسكي رئيس أوكرانيا، والتقليد هذا له دلالة سياسية ومعنوية واستراتيجية لإسرائيل، أن حلفاء إسرائيل يتعرضون للأذى والألم، يتعرضون للاعتداء، هكذا يريد نتنياهو أن يصور نفسه. لماذا تستقبلون زيلينسكي ولا تستقبلونني؟ وبالتالي هذه الصورة التي يريدها نتنياهو هي الصورة الأساسية في كل المشهد، حتى أنه سيكون لاحقا له دور في أن يتحدث أمام البرلمان الأوروبي وسيطالب بذلك، لأنه يكرر فكرة زيلينسكي. النقطة الثانية، هذا المشهد الذي يريده نتنياهو لا يطرق كفاكا فكرة أنه يريد أن يهدي بايدن أو غير بايدن. نتنياهو بتاتا لم يرى مصلحة إسرائيل لا في بايدن ولا في ترامب، هو يرى مصلحة إسرائيل في من يقدم لها المال ويقدم لها السلاح ويقدم لها الفيزا. هذه 3 نقاط يعتمد عليها نتنياهو، ولا يمكن له أن يعطي هدايا. طبيعة الإسرائيلي عبر التاريخ لا يعطي هدايا، لا يوجد في قاموسه أن يهديك هدية، هو يأخذ منك ولا يعطيك، وبالتالي لا يرون أي قيمة لإعطاء بايدن أي شيء، لأن بايدن زي ما قلوها روح. في نظرية إسرائيل أن المشهد يجب أن يكون لصالح ترامب، وأن يكون هناك اتفاق في عهد بايدن، أي أنه في عهد كاميلا هاريس، أي أنه في عهد الحزب الديمقراطي، فهذا سيضر بفكرة نتنياهو في حشده ودعمه لترامب في المرحلة المقبلة. تناقض كبير أن يقوم نتنياهو بإعطاء صفقة لصالح الديمقراطيين على حساب ترامب والجمهوريين، لأن هذا سيزيد من رصيد الديمقراطيين في المقبلة، وهذا استبعد كليا أن يكون هناك اتفاق. على العكس، سيكون هناك تعقيد للصفقة من قبل نتنياهو والجيش الإسرائيلي وحتى الأدوى السعودية كانت. هذا يقودنا إلى الملخص النهائي، أن نتنياهو في زيارته هذه عزز نظرية أوكرانيا إسرائيل،
وعزز نظرية أن لا حرب إلا بدعم أمريكا لها، وعزز نظرية أن المشهد الميداني يحتاج نصر لإسرائيل ولا يحتاج هدايا أو هدنة هنا أو صفقة هناك، وهذا يقودنا إلى أن التصعيد سيكون سيد الموقف. نعم. حتى وإن كانت هناك الشهور الأخيرة للديمقراطية على أقل تقدير مثلا. نعم أستاذ سليمان، هناك منطقية في هذا الكلام الذي تفضل به الأستاذ محمد، كيف يمكن لنتنياهو أن يعطي يعني هدية أو مكافأة ما أو يتم التواصل بينما لم يقم بتحقيق الأهداف العسكرية لهذه الحرب حتى الآن، وإيقاف الحرب بدون تحقيق تلك الأهداف يعد فشلا كبيرا ونكسة بالنسبة لنتنياهو؟ هناك يعني موقف أو رأي يقول بأن الأمور المتعلقة بالتوصل لاتفاق ما ستؤجل إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية وربما تكون ضمن اتفاقات أخرى، وأن نتنياهو بدعوته للوفد المفاوض باستئناف المفاوضات هو يخادع ويكسب مزيد من الوقت ويحاول التخفيف من الضغط الإسرائيلي عليه الداخلي وكذلك الغربي والأمريكي في سبيل إنجاح هذه الزيارة وهذا الاستحقاق بكسب مزيد من الشرعية العالمية من خلال إلقاء الكلمة أمام الكونغرس، وهو يفاخر بذلك بالمناسبة ويقول أنا هذه المرة الرابعة لي سألقي فيها كلمة أمام الكونغرس. فما رأيك في هذه القضية؟ هل فعلا قد يتجه أو يفكر بهذا الاتجاه؟ هذه إحدى القراءات، وباعتقادي هي أيضا قراءة واردة وربما يعني لها ما يدعمها ويعززها في هذا الاتجاه إذا ما نظرنا بمنظور أكثر شمولية. بالنسبة لبنيامين نتنياهو ولإسرائيل بشكل أساس، هذه الحرب لا يمكن أن يتم فقط الحديث عن موضوع الأهداف المرتبطة بقطاع غزة، هناك باعتقادي رؤية أشمل من قطاع غزة وما بعد الحرب على قطاع غزة، لأن إسرائيل بالنسبة لها هي ضمن المعادلة التي كانت تسعى إلى ترسيخها فيما يتعلق في حضورها الشرق أوسطي، وهذه النقطة ربما هي واحدة من القضايا التي بدأت تتعزز بالنسبة لإسرائيل الآن، والتي تريد أن تجعل من مكانتها الشرق أوسطية هي الأساس. هذا الأمر لم يكن متاحا في السابق، وربما الآن يحاول بنيامين نتنياهو وتحاول إسرائيل بكافة الأذرع والمؤسسات أن يتحقق عبر مجموعة من القضايا، سواء في موضوع الحرب المباشرة على قطاع غزة، سواء في طبيعة العلاقة السياسية والدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى مع الدول الغربية، أو كذلك الأمر فيما يتعلق في المنظور الإسرائيلي للعلاقة الشرق أوسطية، وهذه ربما من القضايا الجوهرية. الأمر الآخر وهو باعتقادي يعني في بالغ الأهمية ويجب أن يكون حاضرا، في أن بنيامين نتنياهو صحيح أنه يذهب إلى تحقيق أهداف تتعلق بشخصيته وحضوره الشخصي، لكنه في نهاية المطاف هو لديه مشروع، وهذا المشروع هو يتقاطع مع اليمين المتطرفة الصهيونية الدينية في إسرائيل، وهو ذات المشروع الذي يتقاطع أيضا مع الأحزاب اليمينية ويعني في الولايات المتحدة الأمريكية التي هي الأخرى تتكامل، وهذه ربما تيارات في داخل المجتمعات الأمريكية والإسرائيلية وحتى الغربية هي تتكامل في رؤاها فيما يتعلق بمستقبل ومنظور العلاقة والتعاطي مع الشرق الأوسط بشكل شامل. لهذا السبب واضح جدا أن مسألة أن يكون هناك حسابات ضيقة بالنسبة لبنيامين نتنياهو فيما يتعلق بمنح بايدن هدايا أو محاولة الذهاب إلى منح الولايات المتحدة الأمريكية على أعتاب الانتخابات، دعني أقول يعني هدية معينة، هذا الأمر باعتقادي هو ضيق الأفق، لكن قد يكون هناك أيضا واحدة من المحطات الأساسية التي يرغب بنيامين نتنياهو أن يؤسس له لشخصيته ولإسرائيل في داخل الولايات المتحدة الأمريكية مكانة تختلف عما كان عليه بالسابق. بنيامين نتنياهو الآن وباعتقادي يعني الخطاب المرتقب له سيركز بشكل كبير جدا إلى أن إسرائيل الآن هي لديها من القدرات، لديها من الرؤى، لديها من يعني القيادة التي يمكن لها أن تقود وليس أن تقاد، وهذه ربما صحيح أنها مخالفة ربما مع حالة الإخفاقات الإسرائيلية في قطاع غزة، لكن بنيامين نتنياهو عندما قال يوم أمس في مطار تل أبيب قبل أن يغادر إلى واشنطن قال أننا سنؤكد على أن إسرائيل هي الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الآخر
بنيامين نتنياهو يذهب ويقدم نفسه على أنه الملك والقيصر داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من بحاجة بنيامين نتنياهو وليس العكس. وهذه نقطة باعتقادي هي بالغة الأهمية، خصوصا إذا ما نظرنا إلى أن ذلك يتعزز داخل المستويات الإسرائيلية المختلفة، أن إسرائيل حتى في المؤسسة الأمنية والعسكرية التي ترفض سياسات بنيامين نتنياهو، لكنها في ذات الإطار هي تقدم رسالة أنها تدافع عن المشروع الأمريكي، تدافع عن المشروع الغربي في منطقة الشرق الأوسط وحماية المصالح الغربية بشكل كبير. وهذا ربما هو جزء من التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو على مدار اليومين الماضيين، في أن هناك جزء يتعلق في موضوع الحوثيين، جزء آخر يتعلق في موضوع إيران واستحضار الخطر الإيراني وكيفية التعاطي والتعامل معه. إذا نحن نتحدث عن ربما رؤية شمولية لبنيامين نتنياهو سيحاول أن يقدمها على أنها هي البرنامج الذي يجب على المتنافسين الأمريكيين أن يكون حاضرا في برامجهم القادمة. هذه إن استطاع بنيامين نتنياهو أن يمررها إلى المشرعين الأمريكيين أمام الكونغرس أو من على منصة الكونغرس، وإن استطاع أن يضعها أمام البرامج الانتخابية لكلا المتنافسين في الانتخابات الأمريكية المقبلة، باعتقادي سيشكل ذلك بالنسبة له نجاحا كبيرا، وهذا ربما سيجعله يعود إلى إسرائيل مرة أخرى ليقدم نفسه على أنه القادر على تقديم الرؤى، والتي تؤكد على أن إسرائيل ما زالت محورا أساسيا في إدارة المنطقة ككل. هذه ربما أيضا سيستخدمها بنيامين نتنياهو لتخفيف حدة الأصوات الرافضة لسياساته، ولتخفيف حدة الضغط الذي يمارس عليه خصوصا من قبل الشارع الإسرائيلي فيما يتعلق بنهاية الحرب، وكذلك الأمر في محاولة إقصاء مزيد أو إقصاء منافسيه، سواء فيما يتعلق بالمعارضة التقليدية داخل إسرائيل أو المنافسين من وزير الجيش أو غانتس أو أزغر، كلهم الآن ربما بنيامين نتنياهو يجد الفرصة إلى تحييد كل هذه الشخصيات، ويبقى هو من يتربع على العرش السياسي الإسرائيلي. نعم، أشكرك جزيلا أستاذ سليمان بشارات الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا الوقت. أعود إليك دكتور سامر، إذا ننتقل إلى نقطة أخرى تتعلق بتصاعد المقاومة بالضفة الغربية المحتلة والأوضاع هناك التي تشي بانفجار الأمور. هناك ضغط كبير جدا على المستوى الشعبي، هناك عدوان، هناك قرارات في الكنيسة الإسرائيلية اتخذت مؤخرا فيما يتعلق بالاستيطان، وهناك هجمة كبيرة جدا على الأقصى كذلك كان مؤخرا، اللي هو سماح المستوى السياسي بالصلاة لليهود في الأقصى وفقا لابن كفير كما أعلن يعني في هذا الموضوع. فنحن نتكلم عن ظروف كلها تؤدي إلى انفجار قريب ومحتمل هناك، وبالتالي قد تأخذ الأمور الأوضاع إلى يعني حسابات أخرى غير واردة بالنسبة للاحتلال الصهيوني. كيف تنظر إلى طبيعة الأوضاع بالضفة الغربية في الآونة الأخيرة؟ يعني باعتقادي أستاذ يونس بأنه ما يحدث في الضفة الغربية ليس منفصلا انفصالا عما يحدث في قطاع غزة، وبالتالي هي ذات السياسة وذات المنهجية حتى وإن اختلفت الأدوات. يعني ما يحدث في قطاع غزة من حرب الإبادة هو حرب يعني نشاهد فيه حالية القتل وعمليات القتل وكيفية القصف وجرائم الاحتلال ووجهه الوحشي، لكن ما يحدث في الضفة الغربية جزء من التهويد والمنظومة التهويدية التي يقوم الاحتلال الآن واليمين المتطرف ضمن البرنامج الذي ينادي به بيهودية الدولة، وبالتالي لا يريد أي هوية أخرى داخل هذه المنطقة، وهذا ما يحدث سواء في منطقة القدس أو في الضفة الغربية. إذا ما تحدثت عن الاستيطان، أنت تتحدث عن اعتداءات المستوطنين بشكل يومي، اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وتغيير طابع الزمان والمكان وهوية الدينيين، والعمل على هدمه في الايام او في الاوقات القادمه من اجل بناء الهيكل حسب الاعتقاد اليميني، بالاضافه الى الضفه الغربيه تشهد يوميا اقتحامات واعتقالات وقتل للفلسطينيين بشكل يومي وبشكل ممنهج. الاستيطان غول التهم اراضي الشعب الفلسطيني في الضفه الغربيه، الاحتلال واليات وهدمت مئات المنازل فقط منذ بدايه
300 منشأة ومنزل تم هدمها منذ بداية عام 2024، وبالتالي المسلسل متكامل. يعني لا يريد الاحتلال للضفة الغربية أو لقطاع غزة أن يبقى جزءا من الهوية الفلسطينية العربية الإسلامية، ويريد تهوية حتى الحجر والشجر والمكان والزمان والتاريخ من أجل أن تصبح هذه دولة يهودية لليهود، ومن أراد أن يعيش فيها يستطيع، وبالتالي ينفي الهوية الفلسطينية الحقيقية لطبيعة هذا الصراع بأنه هذا احتلال جاء على أرض الفلسطينيين. وهذا ما يقوم يعني البرنامج اليهودي لبن غافير وسموتريتش وأيضا نتنياهو على فرض هوية جديدة ضمن الواقع والزمان في فلسطين المحتلة ككل. الحقيقة بأنه الآن ما يحدث في الضفة الغربية هو يعني جزء من علامات بداية انفجار، نظرا لأنه حجم الضغط الذي يمارس على الضفة الغربية وعلى أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ابتداء لما يراه الشعب الفلسطيني من ذبح لإخوانه في قطاع غزة، إضاء أيضا إلى الممارسات المباشرة بالاعتقالات والاقتحامات والتدمير ومصادرة الأراضي ومنع البناء والحواجز وكل هذه الأمور من عمليات الضغط التي يمارسها الاحتلال، ستشكل أيضا يعني شرارة الانفجار إذا ما تمت الأمور. وهذا يأخذنا إلى بداية الانتفاضات في قضية ما يحدث في الضفة الغربية. باعتقادي إذا ما كان الاحتلال مصرا كما يقوم بالعادة في هذا المجال، فإن الأمور في الأيام القادمة سيكون فيها تصعيد أكبر مما هو عليه في هذه الأيام. نعم، أعود السيد محمد القيق معنا، وأريد أسمع رأيك أيضا في هذه القضية التي تتداعى، لأن موقف في الضفة الغربية المحتلة يعني موقف سيء، وهناك دائما سؤال عن السلطة الفلسطينية في هذه الظروف وفي ما بعدها، وهذا ما شاء بالمناسبة في محاولة الاتفاق في بكين مؤخرا على حكومة وطنية بعد انتهاء الحرب، وبالتالي محاولة توحيد الموقف الفلسطيني. أستاذ محمد معنا؟ لو تعيد السؤال. سألتك عن موقف السلطة، الموقف في الضفة الغربية بصفة عامة، وكذلك ما يتعلق بالاتفاق أمس في بكين على حكومة وحدة وطنية بعد انتهاء الحرب تقوم بواجبها الوطني في الوطن، سواء في قطاع غزة بعد الحرب أو في الضفة الغربية. في الاعتقاد أن حكومة الوحدة الوطنية التي ذهبت إليها القطائم في بكين ستكون سيفا ذو حدين، الإسرائيلي والأمريكي يريد أن يعطيها الضوء الأخضر كي تتمكن ومن ثم تكون بوابة القوة العربية بقطاع غزة، وتمنع نشاطيا وسياسيا ودبلوماسيا في الضفة الغربية من خلال يد الجيش الضاربة. هذا رؤية إسرائيل والأمريكي لحكومة الوحدة الوطنية، وبالمناسبة هم دائما ما يطرحون هكذا استراتيجية كي يتم السيطرة في الضفة الغربية أمنيا على أطراف الحكومة من حماس والفصائل الأخرى، وتحت إطار حكومة الوحدة يتم العمل في قطاع غزة كل يوم بالتالي، والذي من خلاله القوة العربية والذي من خلاله المشهد الأمريكي الإسرائيلي. هذا السيف يعني هذا الحد الأول للسيف. الحد الثاني للسيف، حماس والمقاومة تحاول أن تدخل للضفة الغربية رسميا من خلال الحكومة وللساحة الدولية من خلال الاعتراف الدولي بالحكومة، وتمسح من ذاكرة الساحة الدولية أن حكومة حماس 2006 المقاطعة من قبل الدول هي لصالح الأمريكي والإسرائيلي. اليوم ما بين محاولة الإسرائيلي ومحاولة الأمريكي في الاعتقاد ومن جهة، ومحاولة حماس والمقاومة من جهة، في الاعتقاد أن هذه الحكومة ستفشل، وفي الاعتقاد أنها لن ترى النور، لأن تخوفات الطرفين ستكون كبيرة. تخوف المقاومة من السيطرة على غزة تحت إطار حكومة الوحدة الوطنية وأخذ الهدف الإسرائيلي إلى المربع الصحيح لديهم، وهذا هزيمة للمقاومة، وتحت إطار ولوج حماس الضفة الغربية والمقاومة، وهذا تخوف إسرائيلي أمريكي وتخوف بعض الأنظمة العربية من ذلك، وبالتالي سيضعون العقبات. وهذا أيضا مرتبط بموقف أمريكا من ضربة بكين، ونحن عندما نتحدث عن بكين نتحدث عن روسيا ونتحدث عن إيران ونتحدث عن المحور، وهذا يعتبر ضربة لأمريكا أن يتم الاتفاق في بكين لأنها تقطع الطريق على اليوم التالي من الحرب، وبالتالي تحاول أمريكا وتحاول وتساعد لوضع حد لهذه الحكومة على أقل تقدير شلها ووضعها على الرف من الاتفاقات السابقة.
هل نتوقع جدية في تطبيق هذا الاتفاق أم أنه واحد من الاتفاقات السابقة التي لم تنفذ وبالتالي لن تكون له قيمة عملية؟ هو مناورة أمريكية إسرائيلية لا وتستطيع إسرائيل وأمريكا أن تناور في هذه المرحلة، ولكن الضوء الأخضر الأمريكي لهكذا حكومة لم ينضج بعد، لأنهم يريدونها بمقاساتهم. وحينما تكون حكومة وحدة هذا انتصار جديد لطوفان الأقصى ومضمون سياسي ينجح، وهذا صدمة للأنظمة العربية، وبالتالي في الاعتقاد أن التطبيق لن يكون جديا. وفتح أيضا تناول في محاولة لمنع أمريكا من أخذ أدوار بقيادات جديدة بعيدة عن محمود عباس والسلطة. كل تخوفات الأطراف موجودة على الطاولة، ما يعني في تحليلنا السياسي أنها غير ناضجة وغير جدية للتطبيق، لأن عوامل التطبيق ضعيفة، خاصة أن الأمريكي حتى اللحظة لا زال في مربع الإسرائيلي. نعم. طيب، من ناحية أخرى دعنا ننتقل للأستاذ سامر ونتساءل معه عن هذا الموضوع المتعلق بالوحدة الوطنية، محاولة اتفاق على حكومة في وقت في الحقيقة يستغرب فيه عدم التوصل إلى اتفاق ما حتى الآن، وهذا الأمر لا يستطيع أحد استيعابه وطنيا، وخاصة أننا نتكلم عن حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني حتى في الضفة الغربية المحتلة. الاتفاق في بكين أصبح مصلحة وطنية بالنسبة لحركة حماس ولكل الفصائل، خصوصا حركة فتح. بمعنى بقراءة بسيطة للمشهد وتداخلات المشهد على مدار 9 أشهر أخي يونس، السلطة الفلسطينية الآن أصبحت يعني بحاجة حماس أكثر مما حماس بحاجتها في هذا المجال. يعني بعد أن أعدم نتنياهو بقرار الكنيسة حلم الدولة الفلسطينية الذي ينادي به يعني السلطة الفلسطينية وحركة فتح، وبالتالي كمشروع أنا أتحدث، وبالتالي الآن أصبح بأنه المواجهة لهذه يعني التداعيات ولهذه القرارات يكون بالاتجاه إلى أن يكون هناك جسم فلسطيني حقيقي. حركة حماس أيضا في هذا السياق هي تنادي بالوحدة منذ فترات، وكان هناك لقاءات في هذا المجال، لكن حاليا هذا الأمر يتعلق في هذا الاتفاق باليوم التالي للحرب. بمعنى الإشكالية التي يصر عليها سواء الاحتلال أو المراقب الأمريكي الداعم، وبأنه اليوم التالي يجب أن لا يكون به حركة حماس، وبالتالي حركة حماس تكتيكيا في هذا المجال ضربت يعني عصفورين بحجر. العصفور الأول هي حققت الوحدة الوطنية التي يحتاج الشعب الفلسطيني الآن من أجل القرار الفلسطيني الموحد ما بين شقي الوطن كضفة وقطاع غزة سياسيا، وأنا أتحدث أيضا وطنيا باستراتيجية وطنية من أجل مواجهة هذا المشروع الذي يأكل كل ما هو فلسطيني ويقتل ويلتهم أرضه ويصادر حريته، وبالتالي يجب أن يكون هناك قرار وطني موحد. في الأمر الآخر هي أيضا وجهت ضرب لكل الذين يريدون أن يكونوا جزءا من المشهد في اليوم التالي ويأتون على ظهر الدباب والطائرة الإسرائيلية، من الذين يريدون إخراج أو إبرام صورة جديدة لقوات عربية أو قوات دولية داخل قطاع غزة تشهد إداريا لهذه المنطقة بدون حركة حماس، وبالتالي الآن يكون قد قطع الطريق على مثل كل هذه البرامج. وهذا أيضا يعطي كما تفضل الأستاذ محمد، يعطي تحدي جديد أمام هذه الحكومة بقضية هل يمكن أن تعمل في ظل أن الاحتلال سيقوم بمقاطعتها في الضفة الغربية، هل يمكن أن تعمل إذا ما أراد الإدارة الأمريكية أن تقوم بوضع العصي في الدواليب من أجل إفشال المشروع الذي تم في بيت الخصم، دعنا نسميه كقطب ثاني أو كمحور ثاني معادي للرأسمالية ولسياسة الهيمنة الأمريكية، وبالتالي كل هذه التداخلات تحديات. لكن باعتقادي الأمر إيجابي إذا ما قورن بخطوات عملية تحقق هذه يعني الأدوات للحكومة القوة في أداء عملها، خاصة وأن أمامها أيضا تحديات تتعلق بإعادة الإعمار، تتعلق بإعادة ترتيب الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والترتيب للانتخابات، معضلات كثيرة حقيقة تمثل مضائق كبيرة وأنفاق كثيرة أمام هذه الحكومة من أجل إنجازها في الأيام القادمة. لكن يبقى أنه إذا ما تم توفير الأجواء، وبالتالي كل هذه الأمور تتعلق في اليوم التالي للحرب، وبالتالي نذهب إلى قضية الاتفاق الذي تفضلت به. لماذا يتم تعطيل الاتفاق؟ الإشكالية في تعطيل الاتفاق بأن نتنياهو لا يريد أن يدفع الثمن، هذا الموضوع بكل بساطة يمكن قراءته بهذا الشكل، وبالتالي إذا ما أراد نتنياهو أن يتم الاتفاق والإدارة الأمريكية أن يتم الاتفاق في الغد، سيتم فقط على نتنياهو أن يقوم بالتوقيع، خاصة وأن المطالب التي تطالب بها المقاومة وحركة حماس هي مطالب أصبحت دولية، بمعنى الحديث سيتم فقط في نقاط خلافية حول قضية عدد الأسرى وطبيعة الأسرى الذين سيخرجون ومحكومياتهم وهذه الأمور.
لأنه إدخال المساعدات أصبح قرار دولي، الانسحاب الكلي من قطاع غزة قرار دولي، إعادة الإعمار قرار دولي. اليوم التالي للحرب أصبح هناك حكومة ليست فيها حركة حماس حتى وإن كانت وطنيا تعرف باتفاق فلسطيني، وبالتالي من الذي يعطل الاتفاق حتى نقول لماذا لم يتم الاتفاق؟ من يعطل الاتفاق الذي يرفض أن يدفع الثمن للمقاومة في قضية هذا الاتفاق ويستعيد أسرى ويتم وقف إطلاق النار التام والانسحاب الكلي التام وإعادة ترتيب الأمور في إعادة الإعمار وإدخال المساعدات لأهل قطاع غزة والنازحين. وبالتالي هذا يتعلق بقضية الإرادة السياسية لنتنياهو الذي لا يرى أنه قد أكمل المشروع الذي يقوم بالعمل عليه في قضية القضاء على حركة حماس أو المزيد من الضربات التي ستحرر الأسرى وفرض واقع جديد في قطاع غزة، وفرض الآن واقعا جديدا في الضفة الغربية بأنه لن يكون هناك سلطة فلسطينية، بمعنى لن تكون هناك دولة فلسطينية. وإذا أرادت السلطة أن تقوم بالدور الذي يعني يسعى لنتنياهو فإنها سترجع إلى عهد الإدارة المدنية أو عهد الإدارة، دعنا نسميها عفوا على التشبيه، اللي هم روابط القرى. يعني إسرائيل تريد أن تجعل من السلطة بعد قرار الكنيسة هيئة إدارية تعمل لديها في قضية إدارة شؤون الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا أيضا لا يمكن أن تقبله السلطة الفلسطينية ولا أيضا حركة فتح ولا الحركات الفلسطينية ولا الشعب الفلسطيني. هذه معضلات الآن متداخلة في المشهد. يبقى الاتفاق متعلقا بالإرادة السياسية إذا ما تم الضغط على نتنياهو حقيقة من أجل القبول بهذه الاتفاق وهذه الصفقة، وحينها سيقوم نتنياهو بالتوقيع على هذا، وبالتالي حركة حماس جاهزة لقضية إبرام الصفقة جزئيا وكليا ضمن التكتيكات التي أعلنت عنها. نعم، داخليا ماذا عن الوضع الفلسطيني الداخلي؟ هل تتوقع اختراق ما على صعيد المصالحة الفلسطينية وتقارب ما داخلي، أم أن الحرب زادت من الفجوة بين المنهجين الموجودين في الساحة الفلسطينية، منهج المفاوضات وما إلى ذلك، ومنهج المقاومة المسلحة الذي تتبناه حركة حماس والجهاد في غزة؟ الأمور كانت متباينة في قضية المشاريع السياسية، سواء كانت حدث عن المشاريع السياسية التي تتعلق بالمقاومة الفلسطينية وحركة حماس والجهاد أو المشاريع السياسية التي تتعلق بسلطة السلطة الفلسطينية وحركة فتح. اليوم الموضوع انتهى، يعني لن يكون هناك يعني بعد قرارات هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، إذا لم يكن هناك وحدة حقيقية على الأرض سيخسر كل يعني أصحاب المشاريع إذا لم يتم مواجهة هذه الغطرسة وهذه الطغيان الذي يعني يقوم به سموتريتش وبن غفير ونتنياهو في تغيير الواقع السياسي والهوية السياسية والهوية الزمنية والمكانية لهذه الأرض التي يتم احتلالها على مدار 76 عاما. وبالتالي باعتقادي الآن هو الوقت الحقيقي لأن نقول كفى لكل هذا الانقسام، ويجب أن يكون هناك استراتيجية وطنية. هذا يعني الآن يتعزز داخل، دعنا نسميه يعني داخل المشهد الفلسطيني ككل، يعني سواء على حركة فتح أو حركة حماس، وأنا يعني فقط بعيدا عن كل يعني الذي يرشح من بعض التصريحات اللا فلسطينية ولا وطنية في هذا المشهد، أنا أخذ بأنه هناك يعني تصريحات الآن أصبحت من العلول ومن عباس زكي وأيضا من جبرين رجوب كقيادة داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية تؤكد بأنه هناك تقدم في هذا المشهد، لأنه أصبح واضح للجميع بعد 30 عام من المفاوضات ومن مشروع السلطة في قضية التفاوض أصبح لا يحقق هذا المشروع شيئا في ظل الغطرسة والتطرف اليميني الآن الذي يحكم المشهد السياسي في الطرف الآخر. وبالتالي يجب أن يتم مواجهة هذه الشيطنة وهذه المشاريع التي يحملها اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال بمشروع وطني فلسطيني يلتقي عليه الشعب الفلسطيني بعيدا عن الانقسام والضعف، وبعد كل حالة الضعف الآن التي أنهك بها الشعب الفلسطيني بفعل الضرب الممنهج من قبل الاحتلال سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. نعم، أشكرك جزيلا دكتور سامر عوض الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة. يبقى معنا الأستاذ محمد القيق. في الحقيقة كلما طالت أمد الحرب كلما طال أمدها تتكشف أكثر طبيعة المواقف، وهذه المواقف التي تزيد من ألم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعدم قدرة المنظومة العربية والإسلامية على إدخال المساعدات والمعونات وتحسين ظروف الناس، وعلى الأقل إجبار الاحتلال الصهيوني على إدخالها. يعني في هذه النقطة يعني نتمنى التطرق إليها، وكذلك التصلب تجاه قوى المقاومة الفلسطينية من المستوى العربي والإسلامي، وكأن هذه القوى تشكل خطرا على إسرائيل أكثر، على تلك الأنظمة والحكومات أكثر من خطرها على إسرائيل. أستاذ يونس، لا يمكن لنا أن نعزل الحالة التي خلقها طوفان الأقصى عن
التخوف الذي لا زال سيد الموقف لدى الأنظمة العربية التي تحاول تصفيق الفطام المضمون. نحن نقول أن طول أمد الحرب هو سلبي على الإسرائيلي وبشكل كبير جدا، لأن الإسرائيلي وقع في حالة الاستنزاف، وهو الآن يعوض في هذه المرحلة في حالتين: المجازر الضخمة والحالة المجانية الساخنة، بالتزامن مع المفاوضات العبثية. أنا أسميها الآن مفاوضات عبثية، حيث أن الوسيط العربي لا زال في ضعفه ولن يخرج من ساحة ضعفه، بل ولن يخرج من معادلة أن يعيد القضية الفلسطينية إلى عمق الدولي، ويحاول فقط الاكتئاب المقاصد العربية الضعيفة أصلا. وبالتالي هذه المرحلة هي مرحلة التبريد الإعلامي تحتاجها أمريكا وإسرائيل، وتبريد الإعلامي كيف ألا يتم تعزيز فكرة أن إسرائيل تقوم بالإبادة الجماعية بقدر ما يمكن تعزيز فكرة أن هناك مفاوضات وهناك هدنة، وبعد ساعتين وبعد يوم والأمور نبضت والوضع نبض والأمور تنتهي. هذه العبارات منتشرة الآن في الإعلام الأمريكي والإعلام العربي التابع للخارجية الأمريكية، ويسمى التبريد الإعلامي، هم بحاجة لها لتفادي الهزيمة المباشرة في الميدان. في التزامن هناك التسخين الميداني، عمليات عسكرية، الدم وصل إلى العواصم العربية والتحضيرات. يعني أنت تتفاجأ أنه من المفترض أنه بعد أن سقط الشهداء في اليمن وهي عاصمة عربية أن يكون لدينا اجتماع جامعة الدول العربية. نتفاجأ بأن أخبار أن بعض الدول الخليجية تتجهز لتكون جزء من القوة العربية لغزة. هذا كله يؤكد أن المحور والناس العربي يتجهز، وطول أمد الحرب مرهق لإسرائيل، وتحاول الاستعانة بالقوة العربية، تحاول الاستعانة بتبريد إعلامي، تحاول الاستعانة بالمفاوضات العبثية كي تنجز في الميدان. وحتى اللحظة الميدان بالنسبة لها صفر، فقط هي ضغط على الحاضنة الشعبية، مجازر ضخمة، تجويع، حصار، حتى يتسنى أن يكون هناك ولو بسيط من ثورة الشعوب على المقاومة، وهذا مشهد تحاول دائما تفعيله. لذلك الأنظمة العربية لن ترى وزير خارجية عربي في غزة، لن ترى أبدا. هذا يعني واحدة، كما قاموا بمحاصرة ياسر عرفات عام 2002 وعقدت قمة بيروت وبقي ياسر عرفات، وهو بالمناسبة ليس حمساويا، هو زعيم حركة فتح، رئيس منظمة التحرير، حافظ على جائزة نوبل للسلام، دخل البيت الأبيض، دخل الأمم المتحدة ورفع قصن الزيتون. هم لا يريدون لا حمساوي ولا فتحاوي، هم يريدون من يعيش ضمن المقاصد الأمنية الإسرائيلية كإدارة مدنية وشؤون يومية. ولذلك اليوم موقفهم من المقاومة شرس، ويحاولون إيجاد معادلة الردع عبث ذلك، ولكن هم يحاولون. المتضرر الآن هي الحاضنة الشعبية، الشعب الفلسطيني، الأخلاق الدولية، الأخلاق الإنسانية، كلها صمتت أمام هذه المجزرة في محاولة لإعطاء إسرائيل فرصة للتخلص من الكابوس الفلسطيني بأخذ الحرية وأخذ حقوق المشروع دوليا. نعم أستاذ محمد. نعم أستاذ محمد، هناك سؤال عن البعد الاستراتيجي فيما يحصل الآن. يعني نحن الآن في معركة لها أبعاد استراتيجية منذ 7 أكتوبر، فلسطينيا وعربيا وإسلاميا وحتى عالميا، وقد عادت تعريف الأشياء مرة جديدة، وتعريف العلاقة مع المحتل، وكيف أن هذا الاحتلال الطارئ السارق لابد أن يعني يندحر من أرض فلسطين، وأن هناك مطالب وراء حقه وهو الفلسطيني. اليوم العقل العربي أو الإسلامي لا يستفيد من هذه المعركة، أو لا يدخل حسابات القضية الفلسطينية في حساباته القومية أو حسابات الأمن العربي أو الأمن الإسلامي، وبالتالي هذا الغياب من سيعوضه، وكيف يمكن أن يؤثر على تلك الدول أساسا وليس فقط على القضية الفلسطينية؟ كلمة السر هنا هي طول أمد الحرب والاستنزاف الذي وقعت به إسرائيل. جالانت حينما تحدث في شهر نوفمبر 2023 قال أنه في ديسمبر ستنتهي المعركة، ظنا منهم أنه حماس 5-6-6-7 مجموعات وتنتهي، فإذا بالمقاومة وشعب غزة يعد أسطورة ليست سهلة في المعادلة. وصحيح أن هناك معاناة وأزمة، ولكن ظن العرب
وانا اتحدث عن الانظمه العربيه، وظنت اسرائيل وامريكا ان الامور سهله جدا للسيطره وبالتالي ستختفي. الذي الان او اوجد معادله جديده هو صمود المفاوض المقاوم والمقاوم في الميدان وصمود الحاضنه الشعبيه، شكلوا مع بعضهم البعض سياسه استراتيجيه تقول بان الشعب الفلسطيني لديه خطوط والموضوع ليس له دخل فكره ان تدخل مساعدات او غير ذلك. الفكره اننا لدينا حقوق نريدها. هذه المعادله ضربت كثيرا من ترتيبات الاسرائيلي والامريكي، والان حاله النهج المقاوم او النهج الثوري الذي يمتد الشعوب حتى العربيه اختلفت عما هو قبل طوفان الاقصى. المسيرات صحيح انها غير مجديه الان، ولكنها تشكل في الذاكره الجمعيه للشعوب معادله ستساهم في اولا الاباده راوها باعينهم ولم يتحرك احد، ثانيا صمت الدول العربيه وانظمتها لم يكن هناك له داعي اصلا او مبرر للصمت، ثالثا صمود المقاومه الفلسطينيه، ثلاث معجزات للشعوب العربيه تستطيع ان تبحث عن امنها الحقيقي، لانه الذي يحاول الان تثبيته فقط الامن الانظمه وهو امن اسرائيل وامريكا. يعني لك ان تتخيل انه احد الدول العربيه كانوا يسقطون الصواريخ التي تاتي من ايران على شعوبهم حتى لا تصل الى اسرائيل، هذا قمه التضحيه بالشعوب لصالح الامن القومي الاسرائيلي وهو امن القومي الانظمي. على ذلك نحن نرى بان كل المرحله السابقه كانت تدخين فكري عميق للذاكره الجمعيه للشعوب، خاصه ان لديها ذاكره الثورات قبل تقريبا 14 عام، وهذا في علم المنطق ما حدث مره ممكن ان يحدث كل مره. اما ان يكون هناك تعزيز سريع فلا اعتقد، لان هناك عمق في تشويه العلاقه ما بين السني والشيعي، علاقه ما بين العربي المصري والعربي الاردني، هناك تعزيز لفكره سايكس بيكو. سايكس بيكو لا تنسى ان على ارضيه سايكس بيكو اوجدوا فكره الامن القومي الاردني والامن القومي المصري، وان هذا لا يتدخل في هذا وهذا لا يتدخل في هذا، واعترفوا باسرائيل. كل هذا جاء الطوفان لنفسه، لذلك ما بني على عقود من الترويض ومن الروايه الطوفان يكسر في شهور. وإذا رأيتم كيف تم الاعتراف بدولة فلسطين والحقوق والإحراج للدول، ذهب رئيس وزراء بريطانيا الذي قال سنفحص حماس، ذهب بايدن الذي قال سنفحص حماس، ماكرون في أزمة بعد أن قال سنفحص حماس، نتنياهو لا يستطيع أن يرفع رأسه في هذه المواجهة. الأمور تعقدت كثيرا لديهم، وبالتالي نعم. المشهد القادم سيكون لديه معادلة جديدة. أشكرك جزيلا أستاذ محمد القيق الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا، والشكر موصول إلى بقية ضيوفي الكرام السيد سامر عوض والسيد سليمان بشارات. شكرا لكم على طيب المشاهدة أعزائنا المشاهدين، وشكرا لفريق العمل. تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.